لكن الفضل أجمثنا أحمد في زوارة فصلي ثم التراويح أكنت الظل في نادم ثلها ما يظلت ذي الجامع أكو ذي الإمام أكو ذي المؤمنين ذيني قلهان ذيني قرزن يبي أجر الجماعة ثلها ما يظلت جماعتنا أكو ذي عقالن ذي قخام ش مثلا لك محمد سغد الإمام ذي قخامي ثوى شولتيك أتظل يك ذي مولانيك يعقلنيك يقردنك وقذيلان ش ذي الإمام أتظلن ذي فيري أولا تساقي سجوز سعام أجر الجماعة فظليت الجماعة يقص عن الأجر 27 درجة نا 25 جزءا كنت يسادي السنن في صلى الله عليه وسلم ما إلا أذ مسلثة فغيظة الزلظ وحذي التراويح ذاغ ذيني جوزن كل ينادي الزل وحذس في قذاقي مارة جوزنت ذي الشرع